يوم أسود للعدالة في البحرين، هذا هو العنوان الذي اختارته منظمة العفو الدولية لليوم الذي صدرت فيه الأحكام الأخيرة على عدد من الإخوة الأطباء المخلصين الشرفاء الذين أخلصوا في وظيفتهم وتحملوا أمانتها بصدق وكفاءة. تلك الأحكام التي منها ما وصل إلى السجن لمدة ثلاث أو خمس سنوات. لا شك أنه لا يعرف وجه للعدالة في القضية بعد أن كانت الاعترافات تحت الإكراه، وبعد أن تبخرت التهم الكيدية الظالمة باحتلال السلمانية وحيازة الأسلحة، وتهاوت بقية التهم الفاقدة للموضوعية أصلا وأساسا. وماذا يبقى من قيمة تصديقية لأي اتهام آخر بعد أن تبين زيف أوضح تهمتين وأشدهما انكشافا حسيا حسب طبيعتهما لو كانتا صادقتين؟ فإذا قامت هاتان التهمتان على الكيدية أساسا وانفضح زيفهما، فكيف يمكن التصديق بما تعسر برهنته من التهم كالتفريق بين المرضى في العلاج؟ وأما مجموعة 21 من المشايخ والرموز السياسية فمأساتهم تجرح كل قلب حي وتدمي الضمير. قراءة ما نشر من تصريحاتهم أمام المحكمة عما جرى لهم من ألوان التعذيب الجسدي والنفسي والانتهاكات البشعة التي طالت الدين والمذهب وأئمة المسلمين من أهل العصمة وجرحت العرض وتجسدت في تحرشات وتعديات جنسية لأعمار متقدمة في الخمسين في الستين في الستينات مع الشرف وسمة الدين والعمامة. قراءة ما نشر من تصريحاتهم أمام المحكمة عما جرى لهم من ألوان التعذيب الجسدي والنفسي والانتهاكات البشعة التي طالت الدين والمذهب وأئمة المسلمين من أهل العصمة وجرحت العرض وتجسدت في تحرشات وتعديات جنسية وأعمال مهينة تحط من كرامة الإنسان مما يمثل لونا من الممارسات القذرة التي تكشف عن حالة ما تحت الصفر من الدين والإنسانية والضمير وأقل الأخلاقيات مستوى في حياة الإنسان، تحت الصفر من كل ذلك. قراءة ذلك تدين كل محاكمة لهم وبقاءهم في السجن ليوم واحد ولأقل من يوم، وتلزم قانونا بإنزال العقوبة الصارمة بمرتكبي تلك الممارسات التي يقشعر لها الجلد ويتصدع القلب ويحترق الضمير. وما كان للسجن أن يدخله أحد من أبناء الشعب مدة الحراك الشعبي كله بهذه الحجة، باسم مناهضة السلطة ومحاولة إسقاطها لو التزم الحكم بما يقرره الميثاق وحتى الدستور المختلف عليه وما يدعيه الحكم نفسه من حرية التعبير السياسي. كلنا نطالب بإطلاق سراح السجناء من أبناء الحراك الشعبي لأنهم سجناء رأي لا غير، ونطالب بمقاضاة معذبيهم ومنتهكي حقوق الإنسان الذين مارسوا في حقهم ألوان التعذيب القاسي وتجاوزوا كل الحدود في التعامل المهين مع دينهم وكرامتهم وإنسانيتهم ووطنيتهم. بين آونة وأخرى ولغرض وآخر يثار الحديث عن الإصلاح أو المصالحة، والحديث هنا ليس عن قيمة هذا النوع من الإثارة وجديته ومتى يظهر ومتى يختفي ويستبدل عنه بلغة أخرى على طرف النقيض. السؤال هنا أيهما يؤسس للآخر؟
وينتجه أيهما التابع وأيهما المتبوع. لا شك أن الإصلاح يفضل الصلح وينهي الخلاف ويقضي على التوترات ويعالج النزاع من الأساس. الإصلاح حق وفي الحق الحياة، والإصلاح عدل والبناء في العدل. أما المصالحة فإن كانت تحت رؤوس الحراب وضغط الفتك وتغليب الباطل على الحق، فهي نوع من أنواع الإكراه الذي يعني مشكلة لا صيغة للحل ولا طريقا يفضي إليه. ولتجري محاسبة عادلة بشأن مال الشعب في ذمة السلطة، وفيما إذا كان للسلطة حق اغتصبه الشعب منها ليؤخذ بالعدل الذي هو الأساس. ولكن أي حق اغتصبه الشعب من السلطة؟ أي حق؟